في مجال النساء والتوليد يا جماعه كلنا بنفتي، خلينا متفقين يعني ان احنا في حاجات كده ايه، طبعا الامهات ربنا يخليهم والاجداد يقول لك احنا الحاجات دي عملناها وجربناها، مشروب معين، حركه معينه المفروض ما تتعملش فتره الحمل، صبغه شعر يقول لك لا بلاش، زياره دكتوره العياده بتاعت النساء والتوليد لا البنت لا ما ينفعش بعد الجواز، ومفاهيم. طبعا المفاهيم دي مش كلها صح، واكيد فيها حاجات يعني كتير غلط لازم نتعامل معاها. قلنا هنخصص الحلقه ديت بصراحه كان فكره الدكتوره ريهام واحنا اتفقنا معاها فيها، هنتكلم عن ايه المفاهيم الخاطئه في مجال النساء والتوليد، عايزين يا جماعه نصححها. هيكون ضيفتي اللي مشرفاني في الفقره دي الدكتوره ريهام الشال، اخصائي طب وجراحات النساء والتوليد والعقم. منوره، يعني سعيده جدا بحضور معاكي يا استاذه. انا اسعد وبالذات بعد ما نصحح المفاهيم الخاطئه ان شاء الله نحس ان احنا ان شاء الله عملنا حاجه كويسه باذن الله. نتكلم بقى في الاول ايه بقى طبيبتي فاوندر، انا ما حبيتش اسال قلت اعرف مع الناس بقى على الهوا كده. طبيبتي هي يعني هي شعار او قصتنا فيها ان المحتوى العربي اللي موجود على الانترنت كله في المفهوم الطبي او في المعلومه الطبيه للاسف ضعيف جدا جدا جدا. بلاش نقول ان كله غلط، لان اكيد في المحتوى العربي حاجات جميله، ولكن لما تيجي لنا العيانه وتقول لنا مثلا انا اتشخصت ان انا عندي الحاجه المشهوره جدا تكيس الموبايل وتبدا تقرا عنها على الانترنت، للاسف بتجي لنا يعني بكميه من بالظبط من الرعب. المحتوى العربي محتاج يكون من مصادر طبيه موثوق فيها ويكون منظم ومنسق على حسب مراحل الحالات، ويكون في السايكولوجيكال كونسلت او الاستشاره النفسيه او اللايف كوتشنج، او ازاي ان احنا هنوجه العيانه دي ان انت ده شيء قد يكون في الامر بسيط ولكن محتاج مننا تصرف 1 2 3. ما انا فعلا بدات بتلقي ضوء على حاجه مهمه جدا اللي هي الاخبار المتداوله عن النت والابحاث اللي بتنتشر كوبي بيست زي ما بيتقال من مجموعه المواقع، ما بتبقاش علميه زي مثلا لو بتقرا بالانجلش او بالابحاث السيرش الاجنبيه بيكون معلومه موثقه اكتر، بس يكون بالانجليزي ومش كل الناس ثقافتها انها تقرا حاجه بالانجلش فبتقراها بالعربي، فبتقراها مواقع ومنتديات بتتداولها، فللاسف فتجيلك بقى العياده وهي البنت يا عيني او السيده المتزوجه حديثا تحس ان هي خلاص ما فيش ايه فيش امل. طب احنا خلينا نقول بقى ان احنا من بدايه النهارده البرنامج ده ممكن يقول حاجه كويسه ان احنا نعمل ان احنا نلقي الضوء على معلومه طبيه صحيحه من غير اي اخطاء علميه، صح؟ باذن الله.